هاي جيرلز هاي فانز هاي everyone. فيديو النهاردة هو ترجمة لحديث نبوي narrated by أبو هريرة، يعني عن أبو هريرة. narrated يعني روى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Allah's messenger يعني رسول الله، Allah's blessing and peace be upon him يعني صلى الله عليه وسلم، said قال: whoever believes من كان يؤمن in Allah بالله and the last day واليوم الآخر should speak good or keep silent. فليقل خيرا أو ليصمت. And whoever believes in Allah and the last day should not hurt his neighbor. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. And whoever believes in Allah and in the last day should be generous to his guest. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، والحد ما اشوفكم المره الجايه اتمنى ليكم كل خير. باي.